جميعنا نعلم تقرير رائع جدا ما شاء الله عليك هيبة، وقديش عمان دائما جميلة بكل تفاصيلها، وشكرا لأنك دائما بتورجينا هذا الجمال. حبيبة قلبي شكرا. دائما بنعرف وبنحكي بأنه البطالة من أكبر المشكلات اللي بيعاني منها شبابنا الأردني، وهناك عدد كبير من الشباب الحاملين للشهادات والدراسات العليا أيضا وما عم بيكون في فرصة عمل. اليوم معنا أحد الشباب المبادرين في هذا المجال، أنشأ مجموعة عبر تطبيق الواتساب، اسمه الشاب رفيق غسان الحاج أحمد، موجود معنا في استوديو يوم جديد لحتى يحدثنا عن هذا الجروب وهي المجموعة اللي جمعت عدد كبير من الأشخاص الباحثين عن فرص العمل. فبدي أصبح عليك وأقول لك أهلا وسهلا فيك يا رفيق. يا أهلا فيك، صباحك نورتنا. صباح الخير، صباحكم فل إن شاء الله وجميع المشاهدين. يسعدك. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا كيف إجت في بالك فكرة الجروب؟ والله أنا زي هالشباب خلصت من الجامعة بال 2007 وبلشت ندور على شغل. طبعا أيام ما إحنا خلصنا جامعة وكانت الفرص أكثر وكانت عدد الناس اللي بيقدموا لهاي الوظائف أقل، يعني كنت تروحي على الانترفيو يكون في مثلا 3-4 صح، ففرصتك انك تحصلي على الوظيفه بتكون عاليه. وكانت اياميها اذا كنا نتابع على جريده الراي كان في الاعلانات يوم الاحد الوظائف، فكانت هاي يمكن خلينا نحكي الوسائل التقليديه لانك تلاقي شغل، غير طبعا الواسطة. طيب أكيد الواسطة موجودة يعني بكل الأحوال ما بنقدر ننكر وجودها، وهي مشكلة عظيمة يمكن نحن أكيد وعم نتعايش معها على فكرة، يعني قد ما بنقول إنها مشكلة وبدنا نحاول نعالجها لكن هي موجودة شئنا أم أبينا. يعني بس بهاي المجموعة أنت حاولت إنك تقضي على موضوع الواسطة والمحسوبية من خلال بأنك أنت تجمع كل الشباب الحاصلين على الشهادات ودارسين وعم ببحثوا عن فرص عمل. طبعا. بدي أحكي معك عن يعني الأهداف اللي عم تسعى أنك توصل لها من خلال هاي المجموعة. الهدف الرئيسي بداية عمل خيري 100%، وصحيح يعني شيء يحاول الواحد يساعد فيه المجتمع المحلي، يساعد أخوانه واللي بمروا بنفس التجربة اللي هو مر فيها اللي هي البحث عن عمل. فالفكرة بسيطة جدا، هي عبارة عن أنه يكون في معنا مشاركين في المجموعة، المشاركين هذول من فئة الناس اللي هم الباحثين عن العمل، بنقدم لهم. كنا زمان أنا كنت شخصيا أشتري الجريدة بالبداية، يعني كنا نشتري الجريدة ونصور الإعلانات الوظائف ونضيفها. في زميل إلي برضو اسمه أنا سامرتاني معي بالمجموعة، ومحمد الناطور، إحنا الثلاثة اللي يعني عملنا هاي المجموعات وعملنا هذا. محمد الناطور شارك معنا بعدين بال 2019، إحنا تاريخ بداية تأسيس المجموعة كان شهر 1/2015 أول مجموعة، والحمد لله تقريبا حوالي 6400 مشترك صاروا. 6400 مشارك من كل مكان في الأردن، من كل مكان في الأردن أو حتى في الخليج، بس المين اللي يكونوا أردنيين. يعني الهدف إنه يعني إن نفيد الشباب الأردني طبعا سواء كان وظائف بالعمل كانت في الأردن أو في الخليج. إحنا تقريبا حوالي 90-95% من الوظائف المعلنة حاليا في الأردن بنحاول إنه نحصل عليها خلال اللينكدين أو جروبة الوظائف الثانية أو الفيسبوك أو المعارف الشخصية، خلينا نحكي اللي هم الشباب اللي كانوا معنا بالجامعة أصحابنا، تخرجوا أكيد واشتغلوا وصاروا وظائف إدارية بعد هالعمر شوي، ببعتونا الإعلانات بنضيفها على الجروب. فإحنا هدفنا نوصل لأكبر بلاتفورم عشان نساعد أكثر عدد ممكن من الناس. صراحة يعطيكم ألف عافية. يعني أنا كنت عم بسألك رفيق تحت الهواء بقولك بالعادة إحنا لما بدنا نلجأ لشركة أو لجروب تساعدنا نلاقي وظيفة بياخدوا نسبة معينة من الراتب أو من هالخدمة. صحيح. مشروعكم أبدا غير ربحي نهائي، ما بتاخدوا ولا قرش من الموظف أو اللي اشتغل. وأحيانا في ناس بتشتغل وبعد فترة طويلة ممكن نعرف إنها اشتغلت، بس يعني مش كتير بهمني أعرف إنه اشتغل. قديش حلو عندك هالطاقة إنه تساعد عدد كبير من الأشخاص بدون أي مقابل. يعني إحنا بلد إمكانياتنا بسيطة شوي، فشو ما كان في الواحد بيقدر يقدم خدمة للشباب ليش لا. وصراحة أنا بشتغل في شركة يمكن مجالها مختلف تماما عن المجال اللي أنا بعمله. أنا إلي 13 سنة بشتغل في شركة إعادة تأمين، وظيفتي مخمسة طائرات.
في شركة اسمها IGI International General Reinsurance. هم صراحة يعني برضو من الشركة هاي يعني هم كتير بيحبوا يساهموا في ويساعدوا المجتمع المحلي سواء كان في توظيف الأردنيين، لأنه هو كان بإمكانه إنه صاحب الشركة يعمل تكون الشركة في لندن والموظفين كلهم مثلا بريطانيين أو من دبي أو من كذا، بس هو آثر لأنه هو من أصول أردنية انه يكون توظيف الشباب الاكثر من البلد. فيعني سبحان الله يعني احيانا هيك بيكون في شغله يعني بتلهمك او وبرضه كمان الواحد مش غلط انه يفيد الناس طبعا. نتطلع دائما حقيقه لموضوع التنميه الشامله والاستثمار بالموارد البشريه في الاردن الحبيب الغالي، ويعني عاده ما تكون حلول البطاله تقليديه نوعا ما مثل طبعا. تشجيع الاستثمار وهو شيء يعني ما عم نلمس الفروقات على ارض الواقع بشكل كبير، وتحديد المهن المغلقه والعمال الوافده والشروط وما الى ذلك اللي عم بيحاولوا يسعوا فيها كحكومات لحتى انهم يوصلوا لنتيجه انه يوفروا اكبر عدد ممكن من فرص العمل صحيح. للشباب يمكن صحيح. هاي الحلول ما عم نلمس الفرق منها بشكل سريع. بدي اسالك كشاب من رحم المعاناه خلينا نحكي، او من يعني من زيك زي هالشباب وبتمثل فئه كثير كبيره من الشباب، ايش اقتراحك لحتى نحن نوصل لمرحله انه يعني ننهي مشكله البطاله نقضي على البطاله؟ ايش في عندك حل معين نحن ممكن يعني نمشي فيه؟ شوفي، هو بدايه البطاله شيء مش بس مشكله احنا بنعاني منها كأردن، وكل العالم بيعاني منها. انا بحبذ انه الناس تشيل فكره انه انا لازم اكون خريج جامعي عشان اشتغل. ثقافة مجتمع. ممكن لأنه أنا شفت صراحة في بريطانيا كثير من الناس اللي بشتغل معهم في الانشورنس والريانشورنس سواء كانوا بروكرز أو كانوا شركات ريانشورنس، في كثير منهم بيوصلوا لوظائف عالية جدا بالشركات وهم بالأساس ما بيكونوا مخلص جامعة. هلا احنا في عندنا ثقافه انه لازم اوصل لعمر معين اخلص جامعه، بعد ال 24 23 تبلش اشتغل، بياخذ فتره طويله كثير لبلش يصير عنده اكسبيرينس بالضبط بالضبط. فالافضل انه يشدد على شغلات معينه زي التدريب، الدورات التدريبيه بالزبط. انا كثير بنبسط صراحه لما اشوف في نجاح في خلينا نحكي في 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 كورير معين. انت هون عم تنصح الشباب، انت هون عم تنصح الشباب، بس انت ايش هون لو انت هلا كنت مكان مسؤول ايش ممكن تعمل، ايش ممكن تتصرف؟ انا ما انا 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 برايي الـ 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 يعني اللي عمالهم بيعملوه برضو كمان حاليا اللي هم كحكومه انهم بيحاولوا موضوع اللي هو التشغيل الوطني في الوظائف الحكوميه او كذا، بيحاولوا يخففوا من موضوع الواسطه كثير علشان يوصل لاكثر عدد ممكن من الناس ويفيد نعم. الناس كمان نعم. وأكيد طبعا أكيد طبعا إحنا ما بدنا نغفل إنه يعني تحاول الحكومة إنها تنشئ مجالات ثانية جديدة زي توسع في مجال الزراعة، تتوسع في مجال طبعًا. لأنه في إحنا عندنا أراضي يعني لما تمشي من إربد للعقبة طبعًا. في أراضي فاضي كتير ممكن انه ينشا فيها مصانع، يمكن ينشا فيها يصير فيها مزارع، المزارع او المصانع هاي اللي راح تنتج راح تساعد اكيد المجتمع طبعًا. المحلي طبعا. هذا الحكي ممكن انك تسهلي منه زي ما انت تفضلتي في انه تشجع الاستثمار صح. بدايه تخفف شوي من الرسوم الجمركيه والتعقيدات خلينا نحكي شوي البيروقراطيه الاداريه اللي بتصير عندنا، اكيد بيكون شيء كثير كويس لو تسهلت. هو بدها بحبح شوي المساله لحتى هيك وبدها وقت خاصه انه المشاريع شهد لما بدنا نبلش او نفكر نعمل مشروع مكلف جدا صح. عرفتي بصفي الشخص حاير بين انه هو انا محتار اشتغل راح يكلفني خايف اخسر أكيد. بدي تخصص. حكيت نقطه كثير مهمه رفيق انه احنا لما بيكون تخصصنا معين بدنا بس الوظيفه اللي بهذا التخصص صحيح. في كثير اشخاص بقول لك انا مخلص هندسه ما اشتغل الا هندسه صحيح. قديش غلط هالموضوع يعني المفروض احنا أكيد. نستغل الفرص نشوف أكيد. ايش ممكن يطلع وظيفه ثانيه ما لها علاقه بتخصص. انا خلصت اداره مخاطر وتامين، واول شغل اشتغلته كان في مطاعم وبعدين اشتغلت في سيلز، بعدين اشتغلت في المشتريات في احد الفنادق في الاردن، وبعدين سبحان الله تيسرت موضوع الوظيفه. فانا بشجع الشباب بالعكس طبعا. انت بدل ما ضلك قاعد في البيت وكأن ما في شغل وتاخذ راتب وتكون عبء
المشكلة إنه بيكون عبء على معيل الأسرة. طبعاً. عرفتي كيف؟ بدل ما إنه يكون بيساهم في هاي الأسرة بصير عبء عليها. حتى لو كان الوظيفة شو ما كانت، الشغل أكيد مش عيب. طبعاً مو عيب. ومدام حلال ليش لا؟ صح. العيب إنك تحتاج الناس. العيب إنك تحتاج تأخذ الناس. صحيح. من الناس. صحيح. يعني صحيح. هو أنا قبل فترة بصراحة نزلت على الكرك وكان في شخصية بصراحة بالنسبة لي ناجحة جداً. هو شاب درس بكالوريوس، كمل ماجستير بعدين دكتوراه في الاقتصاد، وهو الآن بيشتغل دليفري على دراجته. فقديش هو حاول أنه يتحدث ثقافة العيب بالرغم من أنه حامل يعني شهادات عليا، واشتغل في هذا المجال عشان ما يضل يعتمد على والده بأنه يصرف عليه ويأخذ منه الدينار والدينارين. فقديه هذا الموضوع يعني أنا واحد من الناس خلال فترة دراستي بالجامعة كنت أشتغل ومش عيب يعني يكون واحد يشتغل ويدرس بنفس الوقت. طبعاً. بخفف شوي من الأعباء الاقتصادية. أصلاً شخصيتك على بتصير غير. معيل الأسرة أكيد. شخصيتك بتصير طبعاً. غير. بتحس الفرق بين الطالب. لأنك أنت تنخرطي في سوق العمل بالزبط. من بكير. وبتلاحظ تعرفي كيف الفرق. الدنيا ماشية. صح. وبتصير الواحد خلينا نحكي زي لهجتنا العامية بيعرف قيمة القرش. طبعاً. أو بيعرف كيف هذا الفلوس هاي انجابت. صح. وكيف رح يصرفها. صح. بصير شوي في عنده شوية تحس مسؤولية في الموضوع. صح. أما إذا كانت الأمور زي ما بنحكي بجايته على المستريح فبتضل الأمور هيك شوية. شكرا لأنك عم بتحاول تصنع فرق، شكرا لأنك عم بتحاول تدعم الشباب من خلال هاي المجموعة، وأنت وكل القائمين على هاي المجموعة صراحة الهامة جدا. يمكن أنتم من خلال هاي المجموعة عم بتشبكوا بين الأشخاص أو الشركات والمؤسسات اللي عم تبحث عن فرص عمل، وبين الشباب اللي عم تبحث عن أيدي عاملة، وبين الشباب اللي عم ببحثوا عن فرص عمل. فقد هذا جهد مبذول منكم يعني صراحة تستحقوا التقدير عليه. والله بالعكس احنا يعني بنحاول نعمل اكثر. وشو ما في مجال الواحد يحاول يساهم فيه ليش لا. احنا اولاد البلد، واذا ما احنا كان قلبنا على بلدنا مين بده يكون قلبه عليها. وصراحه في شغله هيك صغيره برضو انا بحب اهني جرائد سيدنا وبقروب مئويه تاسيس اماره شرق الاردن والاردن الحديث اللي هي أعتقد في كانت نيسان 1921. نعم. مع الملك عبد الله. نعم. الأول. نعم. وهينا إحنا لنا 100 سنة. نعم. الحمد لله. الحمد لله. تتشود ما في خشب أرضي. وإن شاء الله يا رب يضل بلدنا عامر ويضل بلدنا آمن ويضل في عنا قلب على اخواننا ويكون كل حدا شبابية. عنده بالضبط زي هالطاقه اللي موجوده معنا اليوم. عنزد. الله يوفقك. طيب رفيق خليه يعطينا اسم صفحتهم على الفيسبوك. هلا اكيد في اشخاص عم بيحضرونا بحبوا انه يضيفوا على الجروب. فيسبوك انا على فكره انا ما عندي فيسبوك. ما عندك فيسبوك واتساب. كيف بيقدروا يضيفوك على الجروب؟ اسم الجروب الجروب اسمه جوبس فور جوردانيان. بيقدر اي حدا بحب يبعث لي يتواصل معي على رقمي الشخصي. رقمي 0799 230 100. يبعث لي السي في. لا لا مش السي في. يبعث لي انا فلان الفلاني. معلش تعيد الرقم كمان مره لو سمحت. 0799 230 100. هذا رقم الشخصي. بقدر يتواصل معي اي حدا ويطلب مني اضافه للمجموعه واحنا جاهزين. الله يقويكم وبالخدمه. الله يعطيكم العافيه. كل الشكر لك. كل الشكر نورتنا. يا هلا. طاقات إبداعية. شوفي أنا لما بتكون معنا هيك مواضيع بنشرح قلبي، بحس قدي إحنا قلوبنا على بعض وقدي إحنا عن جد إيد واحدة. ويعني الله يكثر من ما في أحلى من الأردن وما في أحلى من شباب الأردن. طبعاً. خلينا نروح لفاصل صغير وبنواصل معاكم، خليكم معنا.